وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني عن شخص قدم من بريطانيا للعمرة ووصل إلى مكة ولم يحرم، هذا يرجع للميقات، يرجع إلى الجحفة إلى الميقات ويحرم من هناك. إن شق عليه ذلك أحرم من مكانه، ولا حاجة له أن يخرج إلى التنعيم، فإن التنعيم هو ميقات أهل مكة في العمرة وميقاتهم في الحج من بيوتهم كما صح من حديث ابن عباس في المواقيت، فلا حاجة أن يخرج إلى التنعيم ويحرم من مكانه ويذبح شاة عنه وشاة عن والدته بمكة ويوزعها على فقرائها. وصلى الله على محمد وصحبه وسلم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ظهيرة يوم الأربعاء لتسع بقين من شهر صفر لعام 45 و400 ألف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.